قيادة الدول وحقوق الشعوب تصبح اليوم معسكرا للقانون الدولي ترسم من خلاله خارطة عالم جديد تدفن فيه مرحلة القطب الواحد. وروسيا تعلن عن خطط لعقد صفقات جديدة في سوق السلاح في أمريكا اللاتينية تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار في السنوات العشر القادمة. ورثت روسيا الاتحادية التركة الثقيلة والنبيلة للاتحاد السوفيتي في الوقوف إلى جانب الدول الفقيرة المستهدفة من قوى الاستكبار العالمي ابتداء بفيتنام وكوبا وكوريا وليس انتهاء بسوريا، لتصبح اليوم معسكرا مفتوحا مدافعا عن القانون الدولي ترسم من خلاله خارطة عالم جديد تدفن فيه مرحلة القطب الواحد. اتجهت روسيا بسياستها لنصرة الشعوب التي لطالما عانت من استبداد دول الهيمنة كدول أمريكا الجنوبية التي عانت ولا تزال على مر العصور من جار شمالي حاول أن يبقيها فقيرة ضعيفة حبيسة حديقته الخلفية. فما كان من الدولة الروسية إلا إقامة علاقات دبلوماسية مع جميع الدول 33 الواقعة في أمريكا الجنوبية وحوض البحر الكاريبي لمناصرتها في قضاياها العادلة، وما الزيارة التي تقوم بها رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو إلى كوبا إلا تعزيزا لهذا التوجه. لتشهد اليوم روسيا نهوضا كبيرا في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية مع أمريكا الجنوبية، وكان آخرها إعلان روسيا خطط لعقد صفقات عسكرية مع أمريكا الجنوبية لمواجهة الغطرسة الأمريكية يتوقع أن تبلغ قيمتها 50 مليار دولار في السنوات العشر القادمة، في ظل اهتمام كبير من قبل فنزويلا، البيرو، البرازيل، الأرجنتين والمكسيك بشراء طائرات هليكوبتر وأنظمة دفاع جوي روسية. ومع بداية ما يسمى الربيع العربي، كانت دول الاستبداد التاريخي حشدت بعضها لتتصرف كحكام منفردين في العالم، فأسقطت أنظمة مع شعوبها، قصفت دولا مع بنيانها، فانهارت معها كل أركان القانون الدولي وسيادة الدول وحقوق الشعوب. لكن سرعان ما عاد الدب الروسي إلى المسرح بقوة ليقف بوجه صلف هذه الدول ومع حقوق الشعوب وسيادتها، بالإضافة إلى حليفه المارد الصيني وإيران وتكتله مع دول البريكس، ليشهد العالم ميلاد قطب جديد ونظام عالمي يعيد توازن القوى في العالم يبدأ حسب النظرة الاستراتيجية للرئيس الروسي بوتين من سوريا، التي أبلغها صراحة إلى المسؤولين المعنيين بالحرب على سوريا بمن فيهم الرئيس الأمريكي أوباما والفرنسي فرانسوا هولاند وكذلك أردوغان، لتزيد روسيا الاتحادية بسياستها وقراراتها المناصرة للحقوق المشروعة لقضايا الشعوب التي تناضل من أجل حقوقها وكرامتها وسيادة أوطانها، لتزيد الرصيد الروسي من الاحترام والتقدير لدى شعوب العالم كافة. وزير الدفاع الأمريكي